الله 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 يا الاحتراف الله. خلوني اصور مصارعة، خلني اصور خلني اصور مويه وثلج وتصب امسي. ايه لعبة احتراف. الله 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 يا نور، خلني اصور. خلني يصور عاد، خلاص خلني يصور عاد. احتراف احتراف، ايش فاهمك انت الاحتراف؟ اصبر اصبر، ما شاء الله والله والله فنان محمد علي، والله فنان ما شاء الله تبارك الرحمن. اوه يا عوافي يا قلبي، عوافي قل ما شاء الله تبارك الله، قل ما شاء الله تبارك الله، عوافي بسم الله عليك، عوافي عوافي مطرح تانكر تانكر. يعطيني العافيه، الله لا يعافيك، الله لا يعافيك. رجع 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 بعد عمري باقي الثلج يبا ودي يبا ودي ودا عليك بالعافية يا حبيبي، عليك بالعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا الحين في المطعم ذي اللي يسمونه الطعمية، في فول وطعمية اسمه النعمة، جينا فيه وكلنا في مصر، لا تنسون فهمتوا. وشكرا لكم. طفت على السيارة، الله يلا طفت السيارة، شوف طفت على طفت ثانية، والله ما اشتغلت ما اشتغلت ما اشتغلت. يلا يلا هذا حاله، هذا حاله. أنا بشوف لي تاكسي. اي هاي تاكسي تضيع وين تروح؟ شو اللي صار نور الحين؟ شو اللي صار؟ اقول خلي نبيعكم رفيجكم جايبني جايبني السيارة ما تشلون شكل. تتصرف انت؟ دخلنا مع دخلنا رياضة، انت موجود هنا ادبخك والله ادبخك. دخلني زين، انا شوف لنا سيارة ابشر من نوم. شو السيارة تبون؟ تبون ابي لكزس. تبون لكزس؟ ما تبي ام دبليو جيب كذا سوايف؟ لا والله هلا، هلا ايش رايك على عاد نطير طنخ طنخ؟ انا اشهد والله. ام اركدي في سماء اركدي واهجدي واهجدي. اقول ام رياضي السفلى هدك في حالك، انت وحماده في المطاعم. والله لو انا منكم لا كفخ ان تكفيخا ولا خلي ولا امشي الا رجلي برجله، دس فيها صفها ما يستحي ولا ينتخي. من يقول رجال مريض رجال طل صدقت والله. لكن شرع عليك انت حماده، سلمت الامر وخليتوه. شو تسوي يعني؟ لو انا منكم انا شاعر اطق كلامي سن الحديد، تعجبني واتكلم بثقل الثقيل. اي أيوة والله، واتكلم بواحد الرزين. جاجا مرتضى جاجا. لا الجو والله يسلمكم بالنهار، والله بريد بريد حلو، اما بالليل ثلج والله برد مره، برد برد والله. اللي بيجي لمصر ياخذ احتياطه، يجيب ملابس معه ولا انا ما ادري. يقولوا انها اسبوع هالموجه وتروح ان شاء الله، ولا ما في متعه مع هالبرد؟ ما في متعه. هذا من المفرحات ما له أي فائدة. حياكم. شو رأيك بالباص؟ والله مية مية. هذا بدنا نجيب المزرعة بالحال. والله يا هو باص. يلا يلا يا شباب اركبوا، يلا 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 يا شباب، يلا 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 يلا. تبارك الله ترى العين حق. يلا يلا عادل، يلا يلا ركبوا ركبوا ركبوا، يلا يلا لا تروح الباص طول الناس داخل الباص. يلا 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 للنوري. عارف مكان النوري على طول. الباص بس لحالها ترفيه. اي والله ترفيه، والله ما شاء الله ما شاء الله يشتغل على بنزين وغاز، ايش يبون احسن من كذا؟ انت حطيت السكر الحين هنا ها، وهذه القهوه.